وصفة الإنقاذ السريع اللي هتفتح بشرتك من 3 ل 4 درجات فورا، بتنسف السواد وبتنسف أي بقع داكنة. بتحدى كل بنت بتتفرج عليا دلوقتي، الوصفة المعجزة اللي هتخير بشرتك حرفيا، هتخلي بشرتك زي المراية، هتشلك أي سواد وهتخلي الكل يحسدك على بياض بشرتك الرباني، هتخلي بشرتك بتبرق وبتلمع من كتر البياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا باخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا. النهاردة جايبة لكم وصفة الانقاذ السريع. لو عندك مناسبة، عندك خروجة، هتخرجي مع خطيبك، انت وجوزك خارجين، رايحة مشوار، عندك فرح، عندك مناسبة، تعالي بقى اقولك على الطريقة اللي هتنسف عندك السواد، وهي دي للمناسبات السريعة، لانها من اسرع الطرق لتفتيح البشرة بسرعة الصاروخ. قبل ما ابدأ وصفتي، لو اول مرة تشوفي قناتي، ما تنسي اضغطي على زر الاشراك الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. لايك للفيديو فضلا وليس امرا. اول حاجه حبايب قلبي هنعملها، هنركز مع بعض كويس جدا في الوصفه دي، لانها من الحاجات المبيضه بشكل فظيع. واول مكون معايا في الوصفه بتاعتي دي، ان احنا هناخد معلقه، اتنين، معلقتين من السكر، السكر العادي جدا، سواء خشن او ناعم، احنا عايزين سكر فقط، سواء هتجيبي زي ما قلت لك ناعم او خشن، احنا هناخد بالظبط معلقتين صغيرين من السكر. بعد ما هناخد معلقتين السكر، هتبداي تجيبي الكيس دوت من اي سوبر ماركت او من العطار، وده من الحاجات المبيضه بشكل رهيب، بتبيض بدرجه عاليه جدا وبتشيل عندك السواد وكمان البقع الداكنه او البقع العنيده، وبتوحد لون البشره. هبدا ان انا اجيب بيكنج باودر او خميره الحلويات، وهتبداي تاخدي على البيكنج باودر، اي على السكر، معلقه ونص، معلقه ونص صغيرين من البيكنج باودر او خميره الحلويات، وهتبداي تقلبيها على السكر بالشكل ده، والبيكنج باودر على السكر كويس جدا مع بعض لحد ما يتجانسوا تماما. بعد ما حطينا السكر، زي ما قلت لك سواء خشن او سواء ناعم مش هتفرق، هتبداي تاخدي عليها معلقه من الدقيق او الطحين، معلقه واحده بس من الدقيق او الطحين، وهنبدأ ان احنا نقلبهم برضو مع بعض كويس جدا. وصفة سريعة بس بجد تحفة. بدأنا نقلبهم وخلصنا احنا كده الباودر بتاعي. بعد كده هنبدأ ان احنا نيجي بقى ونجيب طبق تاني. هنجيب طبق تاني، هنركن الباودر دي كده على جنب، وهنجيب طبق تاني، وهنبدأ ان احنا نجيب صابون الدوف. ممكن تجيبي صابون زيت الزيتون او نابلس شاهين بدل صابون الدوف لو مش متوفر عندك صابون الدوف. هتبدأي تجيبي الصابونة بتاعتك، وهتبدأي ان انتي تبشريها، ممكن نبشرها هنا وبعدين نحطها في الطبق. بصوا، هنبشرها كده بشر ناعم، ومش هاخد من الصابون كتير، انا هاخد معلقة واحدة كبيرة، معلقة واحدة بس كبيرة من الصابون المبشور. وبشريه بقى بالطريقة اللي تعجبك. وبعد كده هنبدأ ان احنا ننقل معلقة الصابون بتاعتي الكبيرة دي، معلقة كبيرة بس من الصابون العادي اللي هو دوف، تمام، ويفضل طبعا تبقى دوف. هتبدأي تنزلي على معلقة الصابون بتاعتك بمعلقة واحدة من المية، معلقة كبيرة من المية المغلية، معلقة كبيرة من المية المغلية. بعد كده هتبدأي تقلبي كويس جدا جدا المية المغلية مع الصابون بتاعك، بحيث ان هما يتجانسوا تماما والصابون يبدأ، معلش انا عندي برد، اسفة يا بنات انا عندي برد شديد. هنبدأ ان احنا نقلبهم كويس جدا جدا المية المغلية مع الصابون لحد ما يبقى القوام معاكي شوية كريمي. دي طريقة سهلة، يعني لو انت عايزة تخلطي الصابون مع المية في الخلاط او تشغليها على النار مش هتبقى حلوة، فعمليها بنفس الطريقة اللي انا بقولك عليها دي. بعد ما قلبناهم بالشكل ده الصابون بتاعي، ما تقلبيش كتير لان احنا هنحط مكونات تانية. بعد كده هتبدأي ان انت تجيبي معلقة من مية الورد، معلقة من مية الورد على الصابون بتاعي، وهنبدأ نقلب. هتيجي بقى تحطي الصابون مع المية على الباودر بتاعي ده،
وهتبدأي انك تقلبي كويس قوي، تحسي انها ارتفعت معاكي عشان فيها بيكنج باودر، وهتبدأي تقلبي كريم فظيع فظيع بجد، نتايجه فظيعة. هتبدأي تقلبي كويس جدا، شايفين ارتفعت ازاي؟ تبدأي تقلبي كويس جدا لحد ما المكونات بتاعتك تبدأ بصوا تديكي قوام كريمي خالص. بعد ما قلبناهم حبايب قلبي بالشكل ده كويس قوي، هنبدأ بقى نركز لان في ترطيب وفي حاجة مهمة قوي هتعمليها بعد الوصفة دي. هتبدأي تاخدي كده وهتبدأي تدلكي بقى وشك كله وتحت عينيكي ورقبتك طبعا عشان ما تبقاش وشك افتح من رقبتك، وهتبدأي تدلكي. والوصفة دي على فكرة تنفع كمان للجسم كله والمناطق كمان الحساسة، لو عايزة تستخدميها الجسم كله استخدميها قبل الشاور، بتدي نتائج فظيعة. هتبدأي تدهني كده كويس قوي مع التدليك المستمر، وبعدين تسيبيها لمدة 20 دقيقة كاملة. بعد ال20 دقيقة ما تعدي هتبدأي تغسلي كويس جدا مكانها، وهتعملي الخطوة اللي انا هقولك عليها دلوقتي لانها مهمة جدا. بعد حبايب قلبي ما غسلنا مكانها كويس جدا، لازم تعملي الخطوة دي بانك تجيبي جل الوفيرا او جل الصبار، معاهم معلقه من زيت جونسون، جل الالوفيرا ومعلقه من زيت جونسون، تمام. هتبداي تجيبي اي قماشه او اي حاجه قطنيه وهتحطي فيها ميه تكون ساقعه من الثلاجه، تكون ساقعه من الثلاجه، وهتبداي تغمزي الميه الساقعه دي، وهتبداي تدلكي بشرتك كويس جدا جدا بالميه الساقعه دي بعد دي عشان نقفل المسام وكمان نمنع اي التهاب ممكن ان انت تخافي منه لو بشرتك حساسه، عشان فيها الوصفه فيها بيكنج باودر. بعد كده بعد ما هندلك بشرتنا بالميه الساقعه هنبدا ان احنا نخلط معلقه من جل الالوفيرا او جل الصبار، معاها كمان معلقه من زيت جونسون، وهنبدأ ان احنا نحطهم مع بعض ونقلبهم كويس وندهن بيهم بشرتنا كويس جدا جدا بعد الكريم، تمام. ده علشان نرطب ننعم نقفل على الوصفة وكمان ندي نتائج للوصفة بنسبة 100%. هتبدأي تعملي الطريقتين دول 3 ايام ورا بعض عشان لو عندك سواد السنين يتشال من اول مرة، هتلاقي منها نتائج فظيعة. بس انا بقولك استخدميها 3 ايام ورا بعض عشان بعد كده مش هتحتاجي ان انت تعمليها تاني، لان هي هتديكي نتائج فظيعة في التفتيح. استخدميها واتفرجي على النتائج، وما تنسيش تقوليلي رأيك في الكومنتات. زي ما قلت لكم 3 ايام ورا بعض هتستخدموها. اشوفكم على خير حبايب قلبي، ما تنسوش اللايك فضلا وليس امرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.